حفظ الوقت في العلم. قال ابن الجوزي رحمه الله في صيد خاطره: ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته، فلا يضيع منه لحظة في غير قربه، ويقدم فيه الأفضل فالأفضل من القول والعمل. ومن هنا عظمت رعاية العلماء للوقت، حتى قال محمد بن عبد الباقي البزاز رحمه الله: ما ضيعت ساعة من عمري في لهو أو لعب. وقال أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله الذي صنف كتاب الفنون في 800 مجلد: إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري. وبلغت بهم الحال أن يقرأ عليهم حال الأكل، بل كان يقرأ عليهم وهم في دار الخلاء. فاحفظ أيها الطالب وقتك، فلقد أبلغ الوزير الصالح بن هبيرة رحمه الله في نصحك بقوله: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيعُ.